تحية لكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة اليوم من الحدث. سنكون معكم حول ما يجري من أحداث سياسية مؤخرا على الساحة بشكل عام، وخاصة الموضوع الملف النووي الإيراني الذي كثر الحديث عنه في الفترة الماضية، وعن الاتفاقيات التي ممكن أن توقع سواء كان مع الوكالة للطاقة الذرية أو حتى اليوم الولايات الأمريكية المتحدة، والاتفاقات التي يمكن أن تبرم اليوم أو العودة إلى الاتفاق مع إيران بالنسبة لهذا الموضوع وهو الملف النووي الإيراني، وانعكاسات الملف اليوم على الساحة بشكل عام. كيف ستكون هذه الاتفاقات سواء كان بشروط إيرانية أو حتى بشروط من قبل الولايات الأمريكية المتحدة؟ حول هذا الموضوع سيكون ضيفي في الاستوديو الأستاذ منذر بركات المحلل السياسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ منذر. أهلا وسهلا فيك. أستاذ منذر، بداية يعني اليوم الملف النووي الإيراني تم الحديث فيه بشكل كبير خاصة في المرحلة الماضية بعد الولاية الأمريكية الجديدة من قبل بايدن، وكانت اليوم الإرهاصات التي قام بها ترامب في الفترة الماضية من خلال حكومته، واليوم بايدن يحاول إعادة ما هدمه ترامب بشكل أو بآخر سواء كان للصورة الكبيرة لأمريكا أو حتى بالنسبة للاتفاق النووي مع إيران. كيف ترى هذا الموضوع بالنسبة للملف النووي الإيراني والاتفاقات مع الولايات الأمريكية المتحدة؟ تفضل. بداية شكرا لك مدام منال على الاستضافة، شكرا لقناة أوغاريت. الحقيقة الملف النووي الإيراني اليوم بأبعاده الإقليمي والدولي يحتل مكان هام جدا اليوم في الحراك السياسي على المستوى الإقليمي والعالمي، نظرا لحساسية هذا الملف في مدارات متنوعة ومتعددة، خاصة أن المرحلة التي احتاجها توقيع هذا الاتفاق، احتاج توقيع الاتفاق إلى تقريبا 10 سنوات حتى تم التوقيع في عام 2015، فكان من خروج الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018 بعهد الرئيس دونالد ترامب من هذا الاتفاق بمثابة ضرب كبير للدبلوماسية العالمية التي احتاجت 10 سنوات كما أسلفت لتوقيع هذا الاتفاق، وبالتالي فكرة العودة أو ضرورة العودة أصبحت هي ضرورة إقليمية، ضرورة دولية، ضرورة للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن هذا الاتفاق الذي تم برعاية أو بين 5+1 الدول العظمى زائد ألمانيا مع إيران، وتم إصدار قرار من الأمم من مجلس الأمن الدولي قرار 2231 الذي أعطى الصبغة القانونية لهذا الاتفاق. فخروج الولايات المتحدة الأمريكية منه كان ضرب كبير لهذه المصداقية الدولية ولمصداقية الدول العظمى في قضية كما أسلفت تحتاج إلى جهد، احتاجت إلى جهد كبير وهي ذات أهمية كبرى في المنطقة والعالم. طيب اليوم كيف بتشوف انعكاس الملف النووي الإيراني سيكون على المنطقة بشكل كامل، يعني وخاصة بعد الموافقة على الشروط التي وضعتها إيران بالنسبة لهذا الاتفاق؟ بالبداية لم يتم الاتفاق حتى الآن أو القبول بهذه الشروط، لكن فيما يتعلق بانعكاسات الملف النووي الإيراني على قضايا المنطقة، بالتأكيد يجب أن نكون مدركين أن قضايا المنطقة هي قضايا مترابطة مع بعضها البعض، بمعنى أن أي تطور إيجابي في مكان ما بالضرورة سينعكس على في مسار ما يجب أن أو بالضرورة ينعكس على المسارات الأخرى. والملف النووي الإيراني فيما لو حدثت وعادت الولايات المتحدة الأمريكية كما تطلب إيران، وكما سمعنا في الآونة الأخيرة مجموعة كبيرة من التصريحات الإيرانية لكنها كلها متفقة على فكرة أساسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن ترفع العقوبات بداية ومن ثم نعود إلى وتعود إلى الاتفاق ومن ثم ننطلق إلى مرحلة جديدة. بالأمس كان هناك تغريدة للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران أشار إلى هذه الفكرة الأساسية بأن إيران ماضي إذا لم تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الاتفاق. أيضا بالأمس وقبله كان هناك اتصال بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الفرنسي ماكرون، وكان التأكيد أيضا من إيران على الثابت المتفق عليه من قبل كل الشعب الإيراني والقيادة الإيراني بأنه لا عودة إلى الاتفاق النووي بشروطه السابقة إلا مع رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب اليوم كلام جدا جميل، بس حضرتك بما انك ذكرت تصريح روحاني بالنسبه لهذا الموضوع ويقول بانه نفس الموضوع في محادثه هاتفيه مع ماكرون، لا يمكن اعاده التفاوض حول الاتفاق النووي، والطريقه الوحيده للحفاظ على الاتفاق واحياء هي رفع العقوبات. نعم. يعني هذا شرط مؤكد لديهم وهو رفع العقوبات عن ايران لتوقيع هذا الاتفاق. بالتاكيد بالمرحله الاخيره وعلى كل المستويات السياسي الايراني سمعنا هذا التاكيد، ومرة جديدة يؤكد، وعندما يخرج المرشد الأعلى ليؤكد هذه الحقيقة وثم يتبعه الرئيس الإيراني في اتصاله مع ماكرون، ونحن نعلم أن فرنسا هي من الدول الموقعة على الاتفاقية مثل الدول الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الصين وروسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يكون التأكيد مرة أخرى وتحت، وأنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تدرك والأوروبيون أيضا يدركون بأن إيران لا يمكن أن تتراجع، فمن لم يتراجع تحت الضغط الهائل الذي مارسه ترامب خلال السنوات الماضية على إيران لم تتراجع قيد أنملي في هذا الملف ولا في غيره في الملفات، لا أعتقد أنه يمكن أن يتراجع مع بدايات أو في حقبة بايدن. طيب الأوروبيين اليوم يعني مثل ماكرون على جميع الأطراف العودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها ضمن الاتفاق، يعني اليوم هو عم يطالب نعم بهذا الموضوع. نعم هي أنه لم يخرجوا أصلا من الاتفاق. بالتأكيد نعم. الأوروبيون لم يخرجوا من الاتفاق، وأنا أؤكد أن الأوروبيون لديهم الرغبة المطلق في أن يستمر هذا الاتفاق لما له من، وخاصة أن الخروج منه أو تعطيل هذا الاتفاق يعرض الأوروبيين إلى أو مصداقية أوروبا، الدول العظمى في أوروبا والدول الكبرى في أوروبا، يعرض هذه المصداقية للخطر، يعني اتفاق دولي مع قرار من مجلس الأمن لكي يحدده بإطار قانوني، ثم يأتي رئيس دولي كدونالد ترامب ويخرج من هذا صحيح الاتفاق صحيح دون مراعاة كل الأطراف الأخرى في طيب هذا اليوم الاتفاق. اليوم إيران وقعت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الاتفاق محدد ضمن شروطها، اتفاق إطار. نعم اتفاق إطار معين، وأعطت مهلة 3 أشهر. نعم. بالنسبة لهذا الموضوع برأيك عند انتهاء هذه 3 أشهر إلى أي درجة ستكون فعلا يعني الخطوط الحمراء موضوعة، وأن هذا ما يمكن أن يحدث وإلا سيفشل كل هذا الاتفاق؟ نعم يعني في السياسة الخطوط حمراء و3 أشهر لا أعتقد أنها أمر حاسم بالمطلق عندما نقول 3 أشهر، لكن أنا أعتبر أن هذا اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي أشار إلى منع التفتيش المفاجئ، إبقاء كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية، مع احتفاظ إيران نعم مع احتفاظ إيران بتسجيلات هذه الكاميرات لمدة 3 أشهر، فيما لو عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق ورفعت العقوبات إيران تسلم الأشرطة إلى الوكالة الدولية، وما عدا ذلك يتم إتلاف هذه التسجيلات كاملة. أنا أعتقد أن هذه خطوة من إيران خطوة نعم. من إيران نحو إعطاء فترة للدبلوماسي للحراك، وخاصة الحراك الأوروبي لجعل الولايات المتحدة الأمريكية مدركي وموقني، وأعتقد أنها مدركي وموقني أن الإيرانيون لن يتراجعوا عن قرارهم في ضرورة رفع العقوبات كشرط أساسي للعودة إلى الاتفاق. طيب اليوم فرنسا وزارة الخارجية الأوروبيون سيعرضون مشروع قرار على الوكالة الدولية نعم. يدين تعليق بعض عمليات التفتيش. نعم. يعني اليوم حتى الأوروبيين عم يحاولوا إلى درجة ما أنه نحن اليوم مع إيران ببعض الأمور التي تزعج الإيرانيين بالنسبة لموضوع عمليات صحيح. التفتيش التي تحصل ضمن الملف النووي. القرار أنا قبل قليل طلعت على نص القرار، هو محاولة من الأوروبيين بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية على الوكالة لعرض القرار على الوكالة الدولية لاتخاذ قرار يدين عمليات تعليق إيران لبعض الإجراءات المتفق عليها في الاتفاق. أعتقد أيضا هو نوع من كما أستفت قبل قليل هو نوع من الكباش السياسي، محاولات شد من هنا وعمليات محاولة إغراء من هنا، سياسة العصا والجزرة حاضرة دائما في العقل الأوروبي والعقل الأمريكي، لكن أنا يعني لا أعتقد أن الإيراني الذي تعرض إلى ضغوط هائلة في فترة ترامب، مرة أخرى أكرر هذه الفكرة، كل هذا الضغط الذي تعرض له في فترة وجود ترامب لا أعتقد أن الإيراني اليوم يمكن أن يسلم بهذه البساطة، وخاصة أن أعلى المرجعيات الإيرانية أكدت الحقيقة الثابتة بضرورة رفع العقوبات كشرط أساسي للعودة إلى الاتفاق النووي.
اليوم عندما يقول الرئيس روحاني الإدارة الأمريكية غيرت أسلوب تصريحاتها، لكنها لم تخطو أي خطوة إيجابية بالنسبة للاتفاق يعني بشكل مباشر، ولم نلاحظ أي موضوع بالنسبة في مجال رفع العقوبات. يعني اليوم نسمع تصريحات فقط، يعني عندما يقول الرئيس روحاني هذا الكلام نسمع فقط هذا الكلام، ولكن لم نرى شيء على أرض الواقع. ونحن نعلم بأن السياسة اليوم الإيرانية هي سياسة نفس طويل. بالتأكيد السياسة الإيرانية هي سياسة نفس طويل، وكما قلت أن الاتفاق النووي احتاج 10 سنوات من المفاوضات حتى وصلوا إلى الاتفاق. نعم. اليوم السياسي الأمريكي بالتأكيد يجب أن نفهم حقيقة راسخة دائما في العقل الأمريكي، أن لا تغييرات في الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة، لأن محددات الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة واضحة وبينة وثابتة. الكيان المصالح القومي الأمريكي والكيان الصهيوني باعتباره الحليف الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. نعم. أما الدول الأخرى التي تدعي أنها حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنها أدوات تستخدم لمحطات مرحلية لا أكثر من ذلك. طيب اليوم الولايات المتحدة وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قيادات عسكرية في حركة أنصار الله في اليمن. نعم. يعني اليوم حتى أول ما استلم بايدن يعني الولايات الأمريكية المتحدة قالت أنه نحن اليوم سنزيل حركة أنصار الله عن لوائح الإرهاب. نعم. يعني التناقض بين هذه التصريحات اليوم والفعل على أرض الواقع، يعني فرض عقوبات من هون، إزالة حركة أنصار الله من لائحة الإرهابيين، هذه المواضيع أستاذ كيف تنظر ليلى؟ لا أعتقد أنه تناقض، وإنما هو لعب أدوار مختلفة للسياسي الأمريكي. أول التصريحات الأمريكية بايدن عندما استلم السلطة أن يجب إيقاف الحرب على اليمن. يجب إيقاف الحرب على اليمن. نعم. ثم انتقل إلى المرحلة الأخرى عندما تم رفع حركة أنصار الله عن لوائح الإرهاب الأمريكي. بالأمس هناك قرار أمريكي بفرض عقوبات على قائدين عسكريين من الحوثيين. نعم. كما أسمتهم الخارجي الأمريكي. الأمريكي. هذا القرار، وخاصة أن الكلام على الأرض لم ينفذ، يعني نحن اليوم ما شايفين استجابة حقيقية للقرار أو الكلام الأمريكي حول إيقاف العدوان على اليمن. على العكس، وهذه أيضا حالة طبيعية، قبل إيقاف الحروب يكون هناك كل طرف يحاول أن يحسن شروطه. يعني الحوثيون اليوم يتقدمون في المعارك العسكرية، تحاول القوات هذه المدعومة إماراتيا وسعوديا أن تصمد، أن تحتل المواقع، لأن هذه كلها ستوضع أوراق على التفاوض. صحيح إيقاف العدوان سيكون ربما بقرار أو في مرحلة معينة، لكن سيتبعه بالتأكيد تفاوض، لأن كل حرب يجب أن تنتهي، ستنتقل إلى الجانب السياسي أو إلى القسم الآخر من هذه الحرب، وهو الصراع السياسي لتقسيم الحصص. للأسف هذا هو الواقع الذي تريده دول الخليج. اليوم تحاول أن تجرد اليمن من دورة العروبة لكي تلتحق في ركب إمارات الخليج وأن تصبح حديقة للمملكة العربية السعودية، وهذا ما يرفضه الشعب اليمني الأبي ومن وراءه من قوى المقاومة في العالم. اليوم إلى أي درجة سينعكس هذا الملف النووي الإيراني بطريقة أو بأخرى يعني اليوم على أنصار الله في اليمن؟ اليوم الحرب اليمني أعتقد أن إيقاف الحرب في اليمن بدي أرجع لكلام بداية تلي مرتبط بالتأكيد مرتبطة كلها ببعض، لكن البعض. أنا أرى أن هناك تراتبي معين، يعني أنا أعتقد أن إنهاء الملف الحرب في اليمن أو العدوان، لكي نكون دقيقين في التعبير، العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، أعتقد أنه أسهل من الولوج إلى اتفاق أمريكي إيراني على الملف النووي وعلى القضايا الكبرى في المنطقة. ربما يكون هو الخطوة الأولى نحو، لأنه يجب أن نكون على قناعة وعلى بينة بأن هذه الملفات مترابطة مع بعضها البعض، ومن الطبيعي أن يكون هناك محاولات لحل هذا الملف لأنه ربما أقل صعوبة من غيره من الملفات. نحن لا نقلل من حجم الدمار وحجم العدوان الذي تعرض له الشعب اليمني، ولكن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إنهاء هذا الملف بسرعة، ولجم الاندفاع العدواني السعودي التي طالت
كل هذه السنوات والتي ألحقت ضررا هائلا باليمن في البشر والحجر. اليوم أمريكا يعني اليوم ومستعدون للقاء الإيرانيين ضمن مجموعة 1+5 وعرضنا ما زال قائما. هذا اللقاء برأيك أنت ممكن يكون فعلا هو بعد نهاية 3 أشهر التي وضعتها إيران مع وكالة الدولية للطاقة الذرية، أو لا يمكن أن تكون ضمن هذه الفترة؟ مدام هذا الطرح مطروح الآن، نعم يعني من 3 أيام كان التصريح، ومن يومين تقريبا قالت الولايات المتحدة، صرحت الولايات المتحدة أو أحد ربما مسؤول الخارجي أن هذا العرض لن يبقى قائما فترة طويلة. صحيح، هو نوع من الضغط ونوع من محاولات الضغط على إيران، لأنه نحن اليوم عم نقدم لك طرح معين نجي نجتمع، لكن إيران كما أسلفت راسخة على ثوابتها الأساسي، وخاصة أن من خرج من الاتفاق هو الولايات المتحدة الأمريكية، والأوروبيون يدركون ذلك، والصين تدرك ذلك، وروسيا تدرك ذلك، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود إلى هذا الاتفاق، خاصة أن بايدن بشكل أو بآخر كان جزءا من هذا الاتفاق على اعتبار أنه كان في الإدارة. صحيح. إدارة الرئيس أوباما عندما تم توقيع الاتفاق في عام 2015، لذلك لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية قادرة على إغراء إيران في بعض الجزئيات وفي بعض التقديمات البسيطة طالما أن القضايا الكبرى التي تصر عليها إيران لم تتحقق، وعلينا أن ننتظر، أتوقع أن علينا أن ننتظر بعض الوقت، خاصة أن هذه الإدارة لا زالت بالمفهوم السياسي هي إدارة حديثة، إدارة جديدة تحتاج إلى بعض الوقت، هي تحتاج إلى بعض الوقت. وإيران أعتقد أن رغم أن العقوبات التي تفرض على إيران بالتأكيد هي عقوبات صعبة، وإيران تحتاج إلى أن تحقق انتعاش اقتصادي وأن تتحرر من هذه العقوبات، ولكن مرة جديدة لا أعتقد أن إيران يمكن أن تسلم بالقضايا الكبرى في هذه المرحلة عندما لم تسلم في الوقت الذي لم تسلم. صحيح. فيه في أصعب الظروف وفي أحلاك الأوقات. طيب اليوم إلى أي درجة الأوروبيين ممكن أن يضغطوا على حكومة بايدن بطريقة أو بأخرى فعلا للدخول في هذا الاتفاق والرضوخ إلى حد ما لشروط إيران؟ للأسف الأوروبيون عبر التاريخ كانوا يعني دائما في المرتبة الثانية، دائما هم من ينفذون أو من يصغون إلى القرارات الأمريكية، لم تحاول دول أوروبا أن تلعب دورا رياديا في المنطقة، ولكنها دائما ارتضت لنفسها المركز الثاني أو الدور الثانوي بعد الولايات المتحدة. نعم. الأمريكية. لذلك نعم هم يريدون أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي، وسمعنا الرئيس ماكرون منذ يومين في اتصال مع الرئيس الإيراني بأن الأطراف كلها يجب أن تعود إلى الاتفاق وفق الالتزامات السابقة، وبالتأكيد هو بهذه الحالة كان يعني الولايات المتحدة الأمريكية أولا، لكن هل يستطيع أن يضغط؟ هل تستطيع ألمانيا أن تلعب دورا في هذا المجال مع فرنسا وبريطانيا من أجل جعل الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى الاتفاق؟ أعتقد هذا الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت حتى نتبين مدى قوة أو إن كانت السياسي الأوروبي، سياسة الدول الأوروبية قد تغيرت عما سبقها فيما يتعلق بالموقف والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في هذه المنطقة التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية منطقة استراتيجية حيوية يجب أن تكون اللاعب الأساسي فيها. طيب اليوم حضرتك انت يعني قبل الهواء كنا عم نحكي بموضوع عن السياسة الإيرانية وكيف فعلا تسير بنفس طويل وبطريقة محكومة جدا حسب هي ما تراه، يعني حتى الخطوات المردودة يمكن أن تكون لأي موقف أو أي تصريح من قبل الدول سواء كانت الأمريكية المتحدة أو حتى الأوروبيين هي اليوم تكون خطوتها مثل ما بيقولوا رايقة أو على مهلها. اليوم هذه الردود بالنسبة لإيران أو سياسة النفس الطويل لإيران برأيك إلى أي درجة فعلا ستستمر بالنسبة لهذا الموضوع خلال هذه 3 أشهر؟ يعني التوقيع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون ضمن الشروط التي وقعت فقط، وإنما إذا حاولت الولايات الأمريكية المتحدة أن تفرض شيء آخر أو تضغط على الوكالة الدولية لفرض مثلا كاميرات مراقبة أخرى أو عمليات تفتيش أخرى، هل يمكن أن توافق إيران أو تنطلق لهذا الموضوع؟ أعتقد أن الإيرانيون قد أعطوا أقصى ما يمكن أن يعطوه في هذه المرحلة من خلال الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني برأيك أنت خلال هذه 3 شهور ما راح يكون في أي تغيير على هذه الشروط؟ لن يكون هناك أي مبادرة جديدة أو تقديمات جديدة من إيران. ننتظر الطرف الآخر
ننتظر الطرف الآخر لكي يقدم مبادرات حسنية شبيهة بما قدمتها إيران. وأنا أعتبر أن التوقيع الاتفاقي مع الوكالة الدولي في هذه الفترة لمدة 3 أشهر هو أحد أشكال حسن النوايا الإيراني ورغبتها فعلا في أن تعود إلى الاتفاق، ولكن ضمن المحددات الإيراني المتفق عليها مع الوكالة الدولي وضمن الاتفاق النووي الموقع في فيينا في عام 2015. طيب، عندما يخرج أحد المسؤولين الأمريكيين يقول نحن سياستنا مع إيران تختلف عن السياسة التي نتبعها مع السعودية، يعني ما جاب اليوم السعودية إلى إيران، وخاصة ماذا فتح موضوع قاشقجي، يعني اعتبروا بعض المحللين بأن هذا الموضوع ضربة أو هي شد العصي بالنسبة للولايات الأمريكية المتحدة للسعودية بطريقة أو بأخرى. يعني ترامب اليوم كان يتعامل معهم بزنس أعمال، أما اليوم بايدن يتعامل معهم سياسيا بالنسبة لهذا الموضوع. السياسي الأمريكي تجاه السعودي، قبل قليل قلت أن المحددات السياسي الأمريكي في المنطقة هي مصالحها القومي في المنطقة وأمن الكيان الصهيوني. نعم. ومع ذلك من الدول التي تعتبر نفسها حليف الولايات المتحدة، بالحقيقة ليست إلا أدوات في يد المشروع الأمريكي في المنطقة. عندما يقول أن نتعامل مع إيران بشكل مختلف عما نتعامل فيه مع، نعم هذه حقيقة وهذا أمر واقع. ومن شاهد ترامب عندما جاء إلى السعودي والطريقة المهينة التي يتعامل فيها مع حكام السعودي، وخاصة في فترة ترامب اللي يجني ويعرض نفسه كأنه القوي والمهيمن والمسيطر، وبأن حكمكم وبقائكم مرتبط بوجود الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم بايدن لا يختلف كثيرا، قد يختلف في الأسلوب، ولكن في النتيجة هو واحد، هو يرعى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وسيسعى للحصول على كل ما يريد من السعودي. وما تسريب التقرير الذي بقي طي الكتمان فترة طويلة حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي من قبل وكالة المخابرات الأمريكية، نعم، وعرضها في الكونغرس، والإشارة بشكل أو بآخر لمحمد بن سلمان على أنه قد أعطى الأمر، أو على الأقل كان يعرف بالحادثة، إلا شكل من أشكال الضغط. ولنتابع ونرى بأن الإدارة الجديدة حتى الآن لم يحدث أي اتصال بمعنى الاتصال مع السعودي ولا مع إسرائيل، وهذه نقطة جديدة في العلاقات الأمريكية. ربما أقول هو تغيير في شكل السياسي، لننتظر التغيير إن كان هناك تغيير في الاستراتيجي وإن كان هذا أمرا مستبعدا. طيب، أنا كثير بدي أشكرك اليوم أستاذ منذر لوجودك معنا بالحلقة، يطول الحديث جدا عن الأحداث، يعني خاصة بالفترة هي الأحداث متسارعة جدا عم تكون، وسنكون أمام مجموعة كبيرة من الأحداث في الأشهر القليلة القادمة. أكيد إن شاء الله بتنورنا دائما بوجودك معنا يعني بالحلقات القادمة لحتى نحكي أكثر. شكرا كثير لك أستاذ منذر. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا مني ومن أسرة العمل في برنامج الحدث، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وأحداث جديدة. إلى اللقاء.